بدي انتقل للدكتور أنطوان مسرة، لأنه بكتير مقابلات بتحكي وبتقول أنه لبنان بلد محتل، وكل بلد تحت الاحتلال لا ينتظم وضعه الدستوري. أول شيء كيف محتل لبنان؟ واحد. واثنين، هل علينا أن ننتظر إلى ما شاء الله لحتى ينتظم وضعنا الدستوري؟ هيدا على الأقل يعني في قوة التوازن أو توازن القوة اللي حكي عنها الرئيس زنيورا. لبنان في حالة قوة ضربت التوازن اللبناني. بهذه الحالة لا يستقيم أي تنظيم دستوري بأي بلد في العالم، إن كنا في سويسرا أو بلجيكا أو ألمانيا. هذا اللقاء اليوم بالفعل بالغ الأهمية لاستعادة خلقية المواثيق. أنا دائما كنت أشمئز وأسمع ناس يتجادلوا بالمواثيق. الميثاق يجب احترام المواثيق، في مبدأ روماني قديم باكتا سون سيرفاندا، وعبارة ميثاق في اللغة العربية في الإسلام بالغة الأهمية. هي أبعد من عقد، هي تعهد. وكان إدمون رباط يتكلم عن التعهدات الوطنية، والأشخاص اللي ما بيحترموا التعهدات الوطنية غير جديرين بأي ميثاق جديد، لأنه في عنصر عدم الثقة. هلا نقطة تانية بالغة الأهمية، كل بنود وثيقة الطائف دون استثناء هي إنتاج لبناني أصيل مثل الكشك والأوارمة، باستثناء البند متعلق بالسيادة الوطنية اللي كان فيه نقاش، وهيدا أدى إلى انفراط اللجنة العربية. في وثيقة بالفعل أكثر من 700 صفحة يلي بقول بده يعدل الطائف عن جذور وثيقة الوفاق الوطني الطائف. كل بند بوثيقة الطائف له تاريخ وله مداولات لبنانية ومحت لبنانية، والمملكة العربية السعودية كانت راعية لهذا الاجتماع. يعني عم تحكي هون عن المواثيق والاتفاقيات التي حصلت قبل ذلك. طبعا يعني بدءا من الوثيقة الدستورية وبعدين كل بنود في الوثيقة النهائية هي إنتاج لبناني. أما البند حول السيادة الوطنية كان في إشكال كبير جدا وأدى إلى فشل اللجنة العربية. اليوم بسرعة، فينا نطبق هذا الطائف؟ ليس لدينا خيار آخر اختباريا، وميثاق الطائف الذي انتقل إلى الدستور اللبناني في بنود تشكل روعة في المخيلة الدستورية عالميا، وهي تعبر بالفعل عن حكمة وعبقرية مشاركين في الطائف. منين هدول البنود يلي بالفعل كتير مهمة من منظور مقارن؟ مثلا مادة 49، هلا تكلمت عن صلاحيات رئيس الجمهورية. صحيح، انا كتير انزعجت من العبارة. ليه؟ رئيس الجمهورية المادة 49 بتقول رئيس الجمهورية ورئيس الدولة يسر الاحترام الدستور، وهي اذا درسنا جذورها يستحيل فهم هذه المادة دون عودة إلى جذورها. كان في لقاء دبلوماسي ألماني فاتيكاني أوروبي، كان في 14 اقتراح هو رئيس الجمهورية، تجعل رئيس الجمهورية رجل بعبدة أو رئيس فخري. ما رح سميه ال 14 اقتراح. أباكرة الطائف، حكمة الطائف، رئيس الجمهورية رئيس الدولة يسهل الاحترام الدستور، يعني على نمط هو تكريس لنمط عمل رئيس فؤاد الشهاب. نعم. ونمط رؤساء آخرين في فترات مختلفة وغالبا صعبة. وشي مرة سمعنا أحد رؤساء الدول في العالم بيقول شو صلاحياتي؟ أنت رئيس الدولة تسهل احترام الدستور. شي مرة سمعنا رب عائلة شو صلاحياتي؟ رئيس شركة شو صلاحياتي؟ أرجوكم ما بقى نتكلم عن صلاحيات. كذلك إذا بنرجع ندر شو يعني صلاحيات في القانون، هذا كمان إلى مفهوم بدنا شرح. في مادة تانية رائعة من منظور مقارن وعالمي بالنسبة لإدارة التنوع في العالم، مثل 30-40 بلد، هي المادة 65. مادة 65 اللي أخضعت لمخادعة، مش لتشويه فقط، مخادعة. مادة 65 ما فيها لا عبارة تلت، ما فيها لا عبارة تعطيل، هي تتجنب
طغيان أكثرية وتتجنب طغيان أقلية. بينما في نظريات أخرى فيها طغيان أقلية وأكثرية، وهذه روعة نموذج لعبقرية لبنانية وحكمة لبنانية في هذا المجال. وعندك المادة أخرى نتكلم عنها دائما هي مادة 95. مادة 95 بالفعل أنا عم بتكلم عن نتيجة خبرتي بدراسات مقارنة عن دول عديدة، بلجيكا، سويسرا، النمسا، الهند، أفريقيا الجنوبية. مادة 95 حول إلغاء الطائفية أو إلغاء الطائفية السياسية، هدفها نزع هذا الموضوع من سجلات الشارع وتأليف لجنة، وتكلم عنها الآن وليد باي، تأليف لجنة علمية استنتاجية تدرس الموضوع علميا للوصول إلى خطة، وهيدي الخطة بدها تكون على طريقة خطة برنار ستازي بفرنسا. بفرنسا ألفوا لجنة، لجنة برنار ستازي لدراسة العلمنة في فرنسا ووضعت خطة. في كندا أيضا تم تأليف لجنة عن طريق الأكوموديشن وضعت خطة. وين نحن في هذه الخطة وتأليف لجنة علمية تخرج عن سجلات الشارع؟